أهلا بكم، كل تحياتي إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام. متابعة حثيثة لأهم الموضوعات المحلية والعربية والدولية، أستهلها بهذه العناوين. أهلا بكم مشاهدينا. بيان 3 يوليو خطوة كبيرة ومهمة في رسم الحياة السياسية المصرية وبناء دولة حديثة وتمكين الشباب من أهم أهداف الثورة. الموضوع الآخر الذي سيكون معنا في هذه الحلقة وهذه التغطية، الجيش الليبي ينصب منظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، ولافروف يؤكد أن إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن أن تكون قاعدة لحوار ليبي ليبي. أما في موضوعنا الثالث مشاهدينا الكرام، فسيكون من فرنسا تسمية جان كاستيكس رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة خلفا لإدوار فيليب لتنسيق المرحلة الثانية من ولاية ماكرون بهدف بث روح جديدة في رئاسته بعد 3 سنوات من السلطة تخللتها إصلاحات مثيرة للجدل وأزمات متعددة. بعد ثورة 30 من يونيو، بعدها بأيام 3، كان انحياز القوات المسلحة لجموع الشعب وجموع الجماهير في الشوارع ليصدر بيان 3 من يوليو وليمثل دستورا جديدا ومرحلة جديدة تنقل هذه الدولة مما كانت عليه إلى مصاف الدول الحديثة وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم في هذه الإرادة الشعبية التي امتدت وسنوات البناء التي امتدت خلال السنوات الماضية. لولا هذا اليوم ما كان يأتي هذا اليوم بعد 7 سنوات كي نحتفل به. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. 7 سنوات مرت على تلك الكلمات، كلمات أعلن بها استرداد الوطن من خاطفيه وفوز إرادة الشعب. ومنذ ذلك الحين دارت أحداث ليست بالهينة على الدولة، فالجماعة عاثت في الأرض فسادا، مارس أفرادها كل أشكال الإرهاب للشعب، ما أثبت أن فطنة المصريين لما كان يحاك لهم وتحركهم السريع كان الأصح. فبيان 3 يوليو كشف النقاب عن الوجه الحقيقي لتنظيم الإخوان، فقياداتهم المعروفة بقيادات الدم ونار خرجت عقب البيان الذي انتصرت به إرادة الشعب لتملأ العالم في الداخل والخارج بالتهديدات وبحرق مصر شرقا وغربا وعلى رأسها سيناء. وهنا دق خطر الإرهاب وبات في شهور معدودة من أخطر التحديات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، بعدما نصب الإخوان مسرحاً في اعتصامهم بمنطقتي رابعة والنهضة اعتلاهما قياداتهم مطلقين شرارة الإرهاب الأسود بالتحريض المباشر على التخريب. هيهات أن تسمح لكم مصر أن تعبثوا بأمنها، هكذا كان لسان حال من حمى الشعب وثورته. فأحبطت أجهزة الأمن والقوات المسلحة مخططات الجماعة ونجحت في كسر شوكتهم، وبعد ذلك تكاتفت الأيادي وعقدت القلوب العزم على تصحيح المسار مصحوبة بإرادة سياسية ومباركة شعبية. تم وضع خارطة طريق كانت بمثابة طوق النجاة للدولة بعد عام من التخبط على المستويات كافة. أعلنت مصر أنها لم ولن تخضع لمحاولات كسر إرادتها، وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب. بدأت مرحلة عنوانها الأمل والإرادة والتصميم، وهي المرحلة التي أتت ثمارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فتم ترسيخ أركان الدولة واستعادة الأمن
وإعادة تسليح القوات المسلحة بأحدث المعدات مع تنوع مصادر السلاح، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما أحدث طفرة في الاقتصاد والاستثمار، وإعادة التوازن في العلاقات الدولية، واستعادة دور مصر الريادي في إفريقيا، وتنفيذ منظومة ضخمة من المشروعات القومية العملاقة والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، وتحسين أداء مؤسسات الدولة تحت مظلة استراتيجية وطنية، لتتحول مصر من شبه دولة قبل 30 من يونيو إلى دولة مستقرة، بل أصبحت دولة مؤثرة في إطارها الإقليمي، وتحولت إلى دولة ذات حضور، دولة يستمع لرأيها الجميع ويتحسبون لمواقفها، دولة لها رئيس قوي بحجم قوة ومكانة مصر وحضارتها ومن أجل مستقبلها. مهم الحقيقة يعني أن نلفت لهذا الموضوع للغاية. مصر ذات ثقل دولي وثقل إقليمي وأيضا إنجازات محلية داخلية كبيرة للغاية. لولا 30 يونيو، لولا 3 يوليو لم يكن لنتابع هذا الموقف وهذا المشهد في وضع مصر على المحافل والمستويات المختلفة. أرحب بضيفي عبر الهاتف اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، والأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أرحب بهما وأبدأ مع حضرتك سيادة اللواء. يعني الحقيقة أن مصر أخذت على عاتقها أن تبني دولة حديثة، دولة حديثة من مختلف المفاهيم ومن مختلف القطاعات. من أهم المفاهيم والقطاعات كان إقرار قطاع الأمن سواء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. الأمن كان مهترئا للغاية قبل 2013، كانت هناك مشاكل أمنية في الشارع المصري، كان لابد من تحديث منظومة الدفاع، منظومة رغم أننا يعني دائما الجيش المصري كان يسير على نفس الوتيرة في التحديث، لكن ما حدث خلال السنوات الماضية كان أكبر بكثير مما حدث في سنوات أخرى عديدة. الجيش يعني يطور دائما نفسه. الشرطة أيضا كان لابد من إعادة بنائها لأنه كان يعني شرطة شبه هدمت بعد 2011. كيف رأيت هذا البناء يا دكتور؟ في البداية أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذ أشرف العشري وبالسادة المشاهدين. الحقيقة لما نيجي نتكلم على موضوع الأمن هو موضوع في منتهى الأهمية، لأنه هو المظلة اللي هتتحرك تحتها كل المشروعات التنموية وحتى حركة الناس الحياتية اليومية. هتقدر يتحرك بدون ما يبقى حسن الشارع وأمن ليه والأولاد والبقية أسرته. فبالتالي كان في إشكالية كبيرة في الأمن في الفترة من 2011 حتى ثورة 30/6، وهذه المشكلة الحقيقة كان فيها جزئين كبار. مشكلة في التأمين الداخلي للشوارع وحياة الناس وهكذا، وأيضا مشكلة كبيرة جدا في تأمين الحدود والإرهاب القادم من الخارج والإقليم كله مشتعل. فكانت مشكلتين الحقيقة في منتهى السوء، وكون أن ثورة 30/6 الحقيقة أنقذت مصر لأنها انفلات الشارع ونزول أعداد كبيرة في 30/6 لو ما كانتش الحقيقة اترجمت إرادة الناس إلى خارطة طريق أو خارطة مستقبل، ما كانتش الناس هديت، كانت فضلت في الشارع، كان حصل صدام أكتر بين الناس وبين الميليشيات الإخوان، كان انفلت الداخل بصورة كبيرة جدا وأيضا الخارج هو أساسا مشتعل. فكون 30/6 وما بعدها 3/7 عمل خريطة الطريق، ادى هدوء للشارع، تمكنت القوات المسلحة ومساندة الشرطة والحقيقة السيطرة على الأمن في بعده الداخلي، ودي كانت نقطة مهمة جدا. وكان الحقيقة الرئيس السيسي كان عنده رؤية واضحة جدا وقالها للناس صراحة، ادوني تفويض على مواجهة الإرهاب المحتمل، وكان الحقيقة دي تقديرات سليمة جدا منه كوزير للدفاع في هذا الوقت ومن القوات المسلحة ان في إرهاب قادم سواء من الداخل كإخوان أو من الخارج من إقليم مشتعل بالتنسيق مع الإخوان أيضا. والحقيقة انطلقت بقى القوات المسلحة في بناء قوة مسلحة محترفة تحمي الدولة. الحقيقة القوات المسلحة حاجتين مهمين، حمت الدولة
وحامت مشروعات التنمية على اختلاف أشكالها وأنواعها سواء في داخل مصر نعم. أو في خارج مصر على المسافات الكبيرة زي حقول طيب الزهور وخطوط الملاحة الأثرية وخلافه. هعود سيادتك نتكلم بقى عن تحديثات الشرطة، لكن بعد أن أذهب لأستاذ أشرف العشري. أستاذ أشرف أهلا بيك مرة تانية، تحياتي. التقرير تحدث عن بناء قوة حقيقية داخل الدولة المصرية داخل الحدود، وأيضا عن ثقل إقليمي وثقل دولي وثقل إفريقي في هذا البعد عادت مصر إليه مرة أخرى بعد ربما أن غابت عن مستويات مختلفة خلال السنوات التي سبقت طبعا 2011. كيف ترى يعني عودة مصر وثقلها على المستويات السياسية المختلفة؟ بالفعل أعتقد الجميع يتفق على أن ثورة 30/6 وما حدث من إعلان 3/7 أعتقد رسم خطوط فاصلة وصفحة جديدة وتصوير جديد في تاريخ الدولة المصرية، والخروج من حالة الكفاء التي عاشت فيها مصر على مدار ما يقارب من 10-15 عاما، والتراجع على كافة المسارات الدولية والإقليمية والعربية والإفريقية. بعد 3/6 وتحديدا في 6 سنوات الماضية أيضا حدث تغير جوهري في الحضور المصري بمقاومته ومؤلاته القوة. النجاحات الداخلية التي وفرت الثقل والرافعة السياسية لهذا النجاح الخارجي، لأنك عندما كنت تعاني بمشاكل بنى تحتية وأزمات متلاحقة قبل ثورة 30/6 كان هذا الأمر أكل يأكل كثير من الرصيد المصري فيما يتعلق بالحضور على كافة الأصعدة، وكانت هناك كما قلت حالة الانكفاء التي أدت إلى بروز قوة إقليمية ثلاثية في الإقليم الجميع يعرفها تماما، وبالتالي غياب الدور المصري كان دور محزن وغير سعيد للمصريين. ب3/7 من خلال كل متابع ومراقب يرى أن المعادلة تغيرت تماما، قواعد الاشتباك وقواعد الحضور في المشهد العربي والإفريقي والإقليمي أصبحت ناهضة وبزغة من قبل الدولة المصرية التي أصبح لديها ثقل وحضور بالغ الأهمية وتلعب دورا كبيرا في تأسيس قواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي في كثير من قضايا الإقليم. بكل تأكيد ال7 سنوات الماضية وتحديدا ال6 الأخيرة لعبت دورا في حضور المصري بالغ الأهمية فيما يتعلق بموازين القوى السياسية والاستراتيجية والعسكرية. القدرات الاستراتيجية للدولة المصرية لعبت دورا كبيرا في إحداث التماضع والتمركز المصري على أكثر من مسار، المسار العربي، المسار الإفريقي، ثم المسار أيضا الإقليمي حاليا. تمام. طيب عودة إلى سيادة اللواء هشام الحلبي. سيادة اللواء خلينا يعني تحدثنا عن التطوير العسكري، لدينا أيضا معركة مصر في سيناء والتي امتدت لسنوات طويلة وما تزال، المعركة ضد الإرهاب التي يعني كانت في كل ربوع الوطن. كان لابد أيضا من تطوير قوات الشرطة وتطوير مفهوم الأمن ليعود الأمن مفهوم أكثر منه قوة طبعا زي ما حضرتك بتدرس يعني وقلت لنا ده. كيف حدث ذلك سيادة اللواء؟ الحقيقه كان مخطط ضرب الشرطه المصريه كان مخطط مقصود، واي تاثير سلبي على الشرطه المصريه يؤثر بالسلب على القوات المسلحه، لان البديل لما الشرطه يحصل فيه مشكله هتبتدي تلجا للقوات المسلحه علشان تضبط الوضع الداخلي والامن الداخلي، وده ما حصل في كذا دوله، وبالتالي في تاثير على مهمه القوات المسلحه في هذا الوضع. فقوه الشرطه هو قوه للقوات المسلحه وبالتالي قوه للدوله الاخر. فكان الحقيقه بعد 30/6 احنا شفنا مشهد كان الحقيقه مهم، وده كان شايف ان ده كان بدايه تطوير الشرطه، هو العلاقه الطيبه ما بين المواطن وبين الشرطه اللي حاولوا يضربوها بصور متعدده قبل 30/6 بدايه من 25 يناير لحتى 30/6، وشفنا الحقيقه الترحيب بالافراد الشرطه وافراد الامن في الميادين المختلفه، وكان دي الحقيقه لهذا الشكل كان الحقيقه بدايه نقطه الانطلاق والتطوير المستمر في أسلحة الشرطة وفي أدائها وفي أسلوبها وفي تعاملها مع المواقف. والحقيقة كان القوات المسلحة وقفت جنب الشرطة، وده حقهم وحق الوطن علينا كلنا يعني، لغاية لما الحمد لله الشرطة حاليا يعني شايفين شرطة قوية وأداءتها الحقيقة أداءت والحقيقة المفهوم والعلاقة مع الناس كمان تغيرت، يعني أصبح هناك بالضبط. مفهوما جديدا في العلاقة مع الشعب، إحساس الشعب نفسه بالشرطة، يعني أعتقد أنه الأمور أيضا تغيرت بشكل قوي. سيادة اللواء يعني أنا عايز أشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. اللواء دكتور هشام الحلبي، طيار هشام الحلبي،
المدرس بأكاديمية أو المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، شكرا جزيلا. ويبقى معي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، لأنه تبقت لدينا يمكن دقيقة في هذه الفقرة. أستاذ أشرف، يعني العودة إلى إفريقيا كان شيء للغاية مهم، كيف تابعت هذا الملف أيضا؟ كل تأكيد محركات القوى الداخلية سواء المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية وأحداث الطفرة بلغت الأميرات حدثت في مصر في المدار 6 سنوات الماضية وظللت بغطاء ومظلة من قبل ثورة 30/6 في 7 سنوات الماضية تحديدا رسمت خريطة الطريق للنهوض الداخلي الذي لعب دورا كبيرا في توفير ركائز القوة وأيضا محركات تشغيل فيما يتعلق بالانطلاقات المصرية على أكثر من صعيد. الجانب الإفريقي حظي بكثير من التقدير بعد غياب أكثر من 15 عاما بعد الحادث الشهير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك. بكل تأكيد كان هناك عملية انكفاء وخلل وتباعد في المشهد المصري الإفريقي. مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد ثورة 30/6 تغيرت المعادلة تماما، أصبح لديك دور كبير باعتبارك كنت مؤسس المنظمة الوحدة الإفريقية 62، ثم بعد ذلك انطلقت في إعادة لملمة الشمل للعار مصر الإفريقي ولعبت دورا كبيرا في رئاسة الاتحاد الإفريقي التي استطعت أن تنقل قضايا وتحديات القارة الإفريقية إلى المجتمع الدولي. كل دول العالم بما فيها التكتلات الصناعية الكبرى والدول الكبرى في العالم شهدت لقاءات بين القمة المصرية رئاسة القمة مع القارة الإفريقية، وجدنا في سوتشي في روسيا في الصين في أوروبا فأيضا مع كثير من دول المجتمع مع الصين مع ألمانيا. كل هذا الأمر في عام واحد استطاع أن يعطي كثير من الزخم ويسلط الأضواء على النجاحات المصرية في إفريقيا ويعطي لإفريقيا بعد إقليمي ودولي، فعادت مرة ثانية الحضور والسطوة والحظوة المصرية في رسم ملامح السياسة الخارجية الإفريقية، ولعب دورا كبيرا أيضا بالتبعية مع المشهد العربي والإقليم، لأن عودة مصر وعودتك أنت في الإقليم بهذه النجاحات الداخلية لعب دورا في توفير محركات التشغيل التي غيرت كثير من المعادلات بدليل ما حدث في ليبيا حاليا، بدليل ما حدث في الشرق الأوسط من أزمات. صوت المصري مرفوع موجود بقوة يغير كثير من موازين القوة وقواعد الاشتباك سواء سياسي دبلوماسي والعسكري إذا اقتضت الحاجة عند الضرورة. شكرا جزيلا لك أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، شكرا أستاذ أشرف على وجودك معنا. كان هذا هو الملف الأول، نذهب إلى ملفنا الثاني في هذه التغطية. مشاهدينا الكرام، النيل مباشر تأتيكم من القاهرة. الموضوع الآخر عن ليبيا، الحقيقة أنه اتخذت القوات المسلحة الليبية تعزيزات لدفاعاتها بشكل قوي في سرت والجفرة لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة الوفاق من أو المرتزقة التابعة لهم لأن يتقدموا إليهما، وفي هذا الخط والطريق صدرت تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل مع أي هدف يحاول التقدم إلى هناك من غرب البلاد. تعالوا نتابع هذا التقرير ثم نعود لنطرح الأسئلة. في مواجهة الميليشيات الإرهابية قامت القوات المسلحة الليبية بتعزيز دفاعاتها في سرت والجفرة استعدادا لأي محاولات من القوات التابعة لحكومة الوفاق أو من المرتزقة للتقدم نحو المنطقتين. مصادر عسكرية ليبية أشارت لصدور تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد. كما لفتت المصادر لنصب الجيش الليبي لمنظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والتي تقود التصعيد شرق المدينة وتخطط للتقدم نحو مدينة سرت. في السياق ذاته اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية، مشددة على ضرورة إنهاء دور الميليشيات المزعزع لاستقرار البلاد. كما أكدت الخارجية الأمريكية رفض واشنطن لكافة التدخلات الخارجية في ليبيا. جاء ذلك خلال محادثات افتراضية عقدها مسؤولون في الجيش الوطني الليبي مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة نزع السلاح من الميليشيات.
على الصعيد السياسي، انتقد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال زيارة قام بها للعاصمة الروسية موسكو، انتقد المجتمع الدولي لفرضه حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب، وموضحا أن حكومة الوفاق غير شرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان المنتخب. تأتي زيارة صالح لموسكو بدعوة من مجلس الاتحاد الروسي بهدف عقد مناقشات مع المسؤولين الروس حول مبادرات الحل السلمي، على رأسها وثيقة إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة إلى التدخلات التركية في ليبيا. طيب، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول أنه ما يمكن البناء عليه حقيقة في مسألة الحوار الليبي إعلان القاهرة، أضف إلى ذلك مخرجات عملية برلين أو مؤتمر برلين الذي انعقد منذ أشهر. نتحدث أيضا عن تحركات على المستويات المختلفة، يعني ربما تكون التحركات السياسية أقل شأنا بكثير من التحركات على الأرض، لأن التحركات الميدانية هي التي تحسم الأمور بشكل أكبر هذه الأيام أو في هذا الملف. الحقيقة أنه أيضا وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي يذهبان إلى طرابلس لمتابعة الموقف والعمليات من هناك، يلتقوا يعني مسؤولين من حكومة الوفاق. يبدو طبعا الغير شرعية حاليا، يبدو الأمر نوع من التصعيد. أستاذ علي طرفاية الكاتب المتخصص في شأن الليبي بينضم إلي، ويمكن أن يربط لنا هذه الخيوط بعضها ببعض، الزيارة التي على الأرض في الداخل الليبي إضافة إلى بعض المحاولات بشكل أو بآخر على المستوى السياسي، أضف إلى ذلك الشكل الميداني بأنه الجيش الوطني الليبي يحذر من التقدم على مسار سرت الجفرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا ما فيش شك أن زيارة خلوصي أكار لوزير الدفاع التركي ورئيس أركانه إلى ليبيا اليوم تأتي في إطار عملية رفع معنويات للميليشيات المتواجدة في ليبيا، لا سيما مع تواتر أنباء عن ضربة وجهت للدفاعات الجوية التركية في محيط قاعدة عقبة بن نافع أول أمس. يعني أيضا تأتي مع استمرار وصول نوع من الدعم والعناصر الإرهابية التي يتم نقلها من شمال شرق سوريا إلى ليبيا. هناك شحنات من الأسلحة وأعداد من المرتزقة وصلت إلى مدينة مصراتة أيضا، لكن في بالتوازي هناك ضغوط دولية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بحكومة الوفاق من أجل أن تقوم بحل وتفكيك ونزع سلاح الميليشيات الإرهابية. أيضا هناك زيارة السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إلى روسيا، تأتي في إطار أن لروسيا دور مهم في الأزمة الليبية، خاصة في ظل العلاقة التي تربطها أيضا مع تركيا على خلفية الأزمة السورية. وزير الخارجية الروسي صرح بأنه لا سبيل من الحوار وانطلاق المفاوضات وفقا للمبادرة المصرية ومخرجات مؤتمر برلين، لأن الكل متأكد أنه لن يتحقق سلام في ليبيا أو أي استقرار دون الوصول إلى آلية لحل وتفكيك ونزع سلاح الميليشيات، وهو ما تضمنته وأكدت عليه مبادرة القاهرة لتسوية النزاع في ليبيا. أتوقع أن الأمم المتحدة سوف تأخذ هذا بعين الاعتبار، لابد من وجود آلية بالفعل لنزع سلاح هذه الميليشيات، لابد من عودة المرتزقة والعناصر الإرهابية التي جلبها أردوغان إلى ليبيا إلى من حيث أتت. أتصور أن الأمم المتحدة سوف تطرح يعني خارطة طريق للتعامل مع الميليشيات، يعني العناصر التي الميليشوية من أصول ليبية أو ليبيين بمعنى أدق، قد تشمل يعني تفكيك وتسريح هذه العناصر مع خلق يعني نوع من يعني الحزم التي تشجعهم على الاندماج في المجتمع. يعني فكرة إعادة العناصر الميليشوية أيضا في المؤسسات الأمنية أراها أيضا قد تكون فكرة مستبعدة، لا سيما بعد أن تم اختراق هذه الميليشيات من قبل العناصر الإرهابية، ولكن سوف يكون هناك أكثر من آلية
لتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها، سواء بإرغامها بأسلوب يعني سواء من خلال الاستيعاب داخل المجتمع أو بإرغامها بوضعها على لائحة الإرهاب الدولي. لكن كل هذا لابد أن تكون هناك خارطة تشرف على تنفيذها الأمم المتحدة. يعني هذا هو السؤال يا أستاذ علي، عفوا، يعني أرى أنك ربما تعول كثيرا على مجهودات الأمم المتحدة أو تأثيرها على المستوى الدولي، لأنه الحقيقة أن تركيا ضربت بها المقررات الدولية الأممية من قبل عرض الحائط، وتدخلت في سوريا وتدخلت في ليبيا ولا تعبأ، ونقلت المرتزقة إلى هناك، يعني وتتحدث عن وزير دفاع ورئيس أركان حرب يزور حاليا أرض ويتدخل في شؤون دولة أخرى. ألا تعتقد أنه لابد أن يكون هناك آلية للضغط الحقيقي، ليس فقط يعني ما تقوم به الأمم المتحدة من يعني إصدار آراء أو ربما قرارات غير فاعلة بشكل أو بآخر؟ يعني ما فيش شك ظروف الأزمة السورية تختلف كثيرا عن الأزمة الليبية بالنسبة لتركيا. سوريا هي دولة جوار بالنسبة لتركيا، هناك ذرائع عديدة ساقتها تركيا للمجتمع الدولي من قبل المخاطر التي يمثلها الأكراد على الأمن القومي التركي. يعني بالطبع يعني نحن نعلم أن مطامعها كلها هي في نفط منطقة شرق الفرات، أتاحت لها الظروف والمتغيرات في ذلك الوقت أن يكون لها وجود قوي داخل الأزمة السورية. لكن ليبيا ليست دولة جوار بالنسبة لتركيا، ليبيا تهم أكثر الدول العربية، تهم دول جنوب أوروبا. ما يحدث في ليبيا يمثل يعني له بعد تهديدات إقليمية تتمثل في تهديد المنطقة العربية ككل، وأيضا يعني تهديدات على دول جنوب أوروبا سواء عبر الهجرة غير الشرعية وانتقال العناصر الإرهابية أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ليبيا تهم أيضا الدول الأوروبية كمصدر للطاقة للنفط والغاز. فلا يستطيع أردوغان أن ينفرد بالساحة ويبحث عن هذا بالفعل، يبحث عن يرى يعني في ليبيا مستعمرة تركية، العناصر الإرهابية التي تسيطر على ما يسمى بحكومة الوفاق في غرب البلاد تتهاون معه كثيرا. طبعا نحن نعلم أن ليس لديهم أي ولاءات وطنية، الوطن ليس في حساباتهم، ربما يعني تركيا قد تكون أقرب إليهم من ليبيا كثيرا بدليل الأموال التي يتم نقلها إلى تركيا. هناك 55 مليار ودائع متحركة في بنوك تركيا لصالح ليبيا، هناك 8 مليارات تم أيضا إيداعها في كوديعة بدون طبعا وديعة كما يطلقون عليها ودائع منسية في بنوك تركيا عقب لقاء الصديق الكبير وأردوغان خلال الأسبوع الماضي. أيضا هو قبلها 4 مليار دولار كودائع. كل هذا الميليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تستجلب يعني عطف أردوغان من أجل أن يقف معها أردوغان ضد الجيش الوطني الليبي. لكن بالتوازي هناك ضغوط دولية، المجتمع الدولي يدرك يعني المخاطر التي قد تقع على دول أوروبا نتيجة هذه السياسات، يرى في نمو الإرهاب بهذا الشكل داخل ليبيا تهديد للأمن القومي الأوروبي. أيضا الدول العربية سوف تصبح متضررة بشكل كبير. ما في شك أن أردوغان يبحث عن توطيد أقدامه داخل ليبيا سواء بإنشاء قاعدة عسكرية، هو يحلم الآن بأن تصبح قاعدة عقبة بالنافع تحت يعني قاعدة عسكرية تركية في ليبيا. أيضا يسعى إلى بناء ميناء بحري في مدينة مصراتة، أيضا مطار معيتيقة يعني يتمنى أن يصبح قاعدة عسكرية لتركيا، وله أحلام يعني حتى عبر عنها في 2017 عندما أراد أن ينشئ قاعدة عسكرية في جنوب تونس ويعول بشكل يعني كبير على الجماعات. نعم، هي هذا نوع من الأحلام التي تتحول إلى كابوس في نهاية المطاف. نعم، لأنه غير مشروعة ولا تستند إلى شرعية حقيقية. نعم، أوروبا لديها حسابات ولن تسمح بهذا الأمر. أيضا الدول العربية لن تسمح، مصر لن تسمح بهذا، لأن في هذا في تهديد كان الرئيس القومي المصري طبعا. يعني من كان في استقبال وزير الدفاع التركي اليوم هو خالد الشريف القيادي في تنظيم القاعدة وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا. أنت تتعامل مع جماعات إرهابية
يعني وتنظيمات إرهابية على لوائح الإرهاب الدولي، فهذا أمر يوشي بكثير. الإناء ينضح بما فيه. نعم، شكرا جزيلا. نعم. لك أستاذ علي علي. نعم. طرفية، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، أذهب مع حضراتكم إلى موضوعنا الأخير في هذه الفترة، وهو عن قصر الإليزي وما يحدث في الداخل الفرنسي بعاصمة النور والضباب، النور والنار، باريس. إذن تغيير لرئيس الوزراء الفرنسي ماكرون، يعلن الآن أنه في حال تبدل سياسي أو تغيير لوجه السياسة الفرنسية في الداخل، ربما هو نوع من إنقاذ السياسة أو إنقاذ الحال بعدما مني حزبه بهزيمة في الانتخابات البلدية في منذ أيام في الشهر الماضي. أعتقد أنه هناك تغير في وجه السياسة الفرنسية بشكل أو بآخر. على أي حال، تعالوا نتابع هذا التقرير ثم نعود. سعيا لإصلاحات جديدة، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون اعتزامه تنفيذها، جاءت استقالة الحكومة الفرنسية برئاسة إدوارد فيليب وتعيين جان كاستكس رئيسا جديدا للوزراء. هذا التغيير في الحكومة كان مرتقبا في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أجريت في 28 من يونيو الماضي، ومحاولة الرئيس الفرنسي زيادة أنصار البيئة في فريقه وكسب أصوات الناخبين، وفي أعقاب إعلان ماكرون عن فريق جديد للسير في طريق جديد سياسي للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2022. ومنذ وصولهما إلى الحكم، قام ماكرون وفيليب بعدة إصلاحات مثيرة للجدل على غرار التأمين ضد البطالة، كما واجه أزمات عدة بينها أزمة السترات الصفراء والأزمة الصحية المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19. وسيكون على الحكومة الجديدة تنفيذ البرنامج السياسي الجديد مع التركيز في الخلفية على الانتخابات الرئاسية في عام 2022. وكان ماكرون قد دعا الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية صعبة للغاية، وحدد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع 2022 بإنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس الحماية الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية. هذا وقد شغل جان كاستكس البالغ من العمر 55 عاما منصب عمدة بلدة بارادايس جنوبي فرنسا، كما كان مساعدا سابقا للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين، وعين منذ أبريل الماضي مفاوضا مشتركا بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل العام التي فرضت بسبب وباء كورونا. فرنسا ربما في الأشهر والسنوات الأخيرة عانت كثيرا في الشأن الداخلي الفرنسي، شكل سياسي بشكل أو بآخر. ماكرون يريد أن يعني يشيح بوجهه إلى مرحلة مقبلة، يريد أن يبقى ساكن الإليزي في القصر لفترة رئاسية ثانية، وقد يعني بدأت الأمور في الاتضاح أنه هناك مشكلات لابد من تغيير الوجه بشكل أو بآخر. نذهب لتغيير رئيس الوزراء، السياسة بشكل أو بآخر، استمالة أنصار البيئة إلى الوزارة الجديدة. على أي حال، فابيولا بدوي الكاتبة الصحفية تنضم إلي من العاصمة الفرنسية باريس الآن، ويمكن أن تطلعنا أكثر على المزيد من تفاصيل. سيدة فابيولا، أهلا بك وتحياتي. كيف ترين هذه الخطوة باستقالة رئيس وزراء ويأتي كاستكس بالوجه الجديد للسياسة الفرنسية خلال العامين المقبلين؟ ألو؟ أيوة، أهلا بيكي، حضرتك سمعاني؟ أهلا، سمع حضرتك، أنا سمع حضرتك بوضوح. تمام، يعني فكرة تغيير رئيس الوزراء في هذا التوقيت محاولة لإنقاذ الحزب والسياسة والمكوث في قصر الإليزي لفترة أخرى. انقطع الاتصال، نحاول أن نتصل مرة أخرى بفابيولا بدوي من العاصمة الفرنسية باريس. إذن ما يحدث هو وجه السياسة، من الطبيعي أنه يعني هناك مشكلات بشكل أو بآخر. تكليف جان كاستكس وهو رئيس الوزراء الجديد، التقرير تحدث عنه صاحب 55 عام، الحقيقة أنه حزب ماكرون مني بهزيمة منذ أيام في الانتخابات البلدية التي أجريت في الداخل الفرنسي، وبالتالي يجب التغيير
في داخل الفرنسي، كما يعني يمكن الالتفات أيضا إلى العلاقات الخارجية، ويعني بجملة ما يحدث هو محاولة لإقرار السياسة في عامين مقبلين. فابيولا بدوي عادت إلي مرة أخرى وأهلا بك مرة ثانية، كيف تعلقين على هذه أو على ما يحدث في فرنسا مؤخرا؟ يعني في خلال فترة انتشار فيروس الكورونا يعني لاحظ الجميع أن هناك تضارب في التصريحات، ما يدلي به الرئيس الفرنسي يكون مختلف تماما عما يحاول أن يرسخه رئيس الوزراء. يعني هذا التناقض كان واضح أن هناك خلاف كبير في المواقف، ولكن أيضا هذا يعني حتى بتغيير رئيس الوزراء الحالي يمكننا القول أنه خرج يكتسب مصداقية كبيرة وشعبية كبيرة لدى الناخب لدى المواطن الفرنسي، حتى أن استطلاعات الرأي تقول أن 57% من الفرنسيين لا يؤيدون هذا التغيير. ولكن فهذا التغيير كان متوقع حتى داخل الأوساط السياسية الفرنسية، يمكننا القول بنسبة 50% و50%. ولكن ما حدث هو التغيير بالفعل، خصوصا وأن يعني نتائج الانتخابات البلدية كانت يعني غير مبشرة بالمرة، ويعني مني حزب الرئيس ماكرون فيها بخسارة فادحة، وبالتالي هو يحتاج في العامين القادمين إلى تغيير كثير في النهج السياسي. فطبيعي أنه لا يمكن لمن تصدر 3 سنوات بأفكار معينة يقوم بتنفيذها نتيجة نمط أو تفكير للرئيس اتفقان عليه تماما ويقوم بتنفيذه، أن يتولى التغيير هو نفسه، يتولى التغيير للعامين القادمين. وبالتالي الرئيس الآن بحسب حتى تصريحاته هو إلى بعض وسائل الإعلام، هو يريد تغيير حكومي يمكنه بالفعل أن يكون قادر على التغيير، أن يحقق أهداف جديدة للرئيس، كما قال أنه سيتم التركيز على الدفاع عن السيادة الأوروبية، استعادة النظام الجمهوري العادل، إعادة المصالحة بين كافة الأحزاب والتيارات والأفكار، أن هناك محاولة للاستقلالية لفرنسا حتى على المستوى الاقتصادي في بعض الأشياء التي ثبت أن هناك ثغرات وقت الكورونا. هو ينوي رسم مسار جديد، ويحتاج إلى وجوه جديدة. ماذا يعني مسألة الوجه الجديد مفهومة، لكن ماذا يمكن أن يقدم كاستيكس أكثر مما قدمه إدوارد فيليب؟ يعني الحقيقة ربما لن يقدم شيء. يعني السؤال الذي طرحته هام جدا، لأننا كنا نتوقع أن يكون وجه مختلف تماما. نحن نتحدث، هو صحيح هو عمدة لمدينة في أقصى جنوب غرب فرنسا، ولكنه كان مساعد سابق للرئيس ساركوزي. الرئيس ساركوزي لم يجدد لولاية ثانية، وبالتالي لا نعتقد أو لا نتوقع منه الكثير. كنا نتوقع وجوه أخرى، ولكن ربما يعني هذه الوجوه يعني لم يعني يكن لديها الحماس الكافي، ربما الوقت سريع، ربما يعني لا ندري. ولكن يعني حقيقة نحن أمام وجه هو بالفعل كان مساعدا لرئيس سابق. هذا الرئيس السابق لم يتمكن من حصول تأييد الفرنسيين لولاية ثانية. ماذا سيفعل؟ الحقيقة الأمر يعني لا ليس علينا أن نتوقع منه الكثير. نعم، يعني الأمور في النهاية زي ما حضرتك وصفتيها، ربما يكون نوعا من تغيير الوجوه. هذا هو حل السياسة، وجه يدبر ربما بما كان حلوا وما كان مرا. الوجه الجديد ينتظر منه بشكل عام ربما يكون أفضل من السابق. شكرا جزيلا لك فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية المقيمة في فرنسا، حدثتني من باريس. شكرا لك، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. كان هذا طرح لأهم الموضوعات على الساحات المختلفة، سواء الإقليمية أو العربية أو الدولية. ألقاكم إن شاء الله على خير وعلى رأس الرابعة، نشرة مفصلة. في أمان الله.